في يوم ابويا تعب كنت حموت من الخوف عليه القدر يعمل بصر طب هتصرف اعمل ايه فكلمت اول نمره من صحابي كنت فاكرها حس بيا واللي فيا من مكالمه وفي اولها ونص ساعه وكان ثلاثه من صحابي قصادي جم زادوا اكتر بعد ساعه ايوه دول صحابي هم رجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد كل اخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد قام ابويا بعدها كانوا سندي وقتها والحكايه دي حقيقه والله ما ألفتها.